مسالك دار السلام، وإلى جانب اجتذابها لعشاق الجولف هي أيضا وجهة للفنانين والرياضيين الذين يقصدونها للتعرف على هذه الرياضة، كمثال الفنانة المغربية سميرة سعيد التي كانت ضيفة على بلاتو برنامج موزايك لإذاعة ميديا داخل فضاء دار السلام. معرفة ديالي قليلة، ولكن حاولت نجرب ملي كنت هنا في هذا المحل هذا. أنا كنت كنجي كل أسبوع تقريبا مع العائلة ديالي، كنجيو هنا ندوزو بعض الوقت، وكنت شريت ليكيبمون ديال الجولف، ولكن الحقيقة ليكيبمون بقى عندي في الدار وما مشيتش بعيد، كنت نبغي التنس أكثر.